يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيخفف فيها ومنها صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب نبي الإنسان هذا. سبحان الله، يصلي النساء خلف الرجال، ومجرد أن يصل إلى سمعه بكاء الصبي على كتف أمه يخفف الصلاة وقرة عينيه في الصلاة. أي رحمة تلك، لأنه النبي الإنسان نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، إذا ذكرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تذكر متلازمة الرحمة. إذا بعدت الرحمة عن أن نلصق بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد انتقصت الرحمة وسلب معناها الحقيقي. الرحمة متمثلة في كل أفعال الحبيب صلى الله عليه وسلم. رحمة بماذا؟ بالعالمين، لأن الله قال فيه هذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين كل ما سوى الله اسمه عالم: الإنس والجن والطير، الحيوان، النبات، الأنهار، البيئة، الظل، الحجر، سبحان الله العظيم. يعني الله جعله رحمة لها، يعني حتى يرحم من مات. يمر مع عبد الرحمن بن عوف على قبرين، فقال: يعذبان يوم يعذبان في كبير. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: أحدهم كان لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. يا الله! فأخذ جريدة صلى الله عليه وسلم، يعني جزء من جريدة النخلة، ثم قسمها نصفين ووضعها على القبرين، وقال: لعل الله أن يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسه، لغاية ما يجف. يعني سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى العمالة المنزلية، الناس اللي بيساعدونا في البيوت، السائق والتي تنظف البيت واللي تطبخ لنا أحيانا، أو سبحان الله، كان إخوانكم خوالكم أطعموهم مما تطعمون، يعني يدعو أن لا نقص عليهم. سبحان الله، نقول رحمة به. بعض البيوت شفتها في البلاد العربية والإسلامية، البيت ما شاء الله بألاف الأمتار، وغرفة اللي بيساعدنا في البيت وهو أهم شخص خارج البيت عبارة عن نص متر بنص متر زنزانة. ذكرني بالحسن البصري رحمه الله لما ماشي في الكوفة، اليوم بيبنوا مباني صغيرة. ايه دي، من مباني للمتزوجين الجدد ولا ايه؟ قالوا: لا يا إمام، انت مالك، دي زنازين. زنازين ايه؟ قال: زنازين، زنازين سجن. طب وسعوها. قال: لا، وسعها ليه؟ قال: عسى ان تسكنوها يوما. انت اليوم قاعد على الكرسي، بكره الكرسي يقعد عليك. سبحان الله، وسعوا يعني النظره. فانت سبحان الله في البيت، في البيت، في وسع لهذه التي تتعبك او يعني تتعب من اجل راحه اولادك. سبحان الله، فلازم ان نعاملهم بما يرضي الله، ولا نحملهم فوق ما يطيقونه، ونحدد لهم ساعات عمل ويوم اجازه ياخذوا راحه، لكن هم مش ماكينه، ولا نستغل سبحان الله حاجتهم للمال حتى بالعكس، يجب ان نتقي الله رب العالمين في هذه الامور. تقترب منه امنا عائشه: ادعو الله لي يا رسول الله. قال: اللهم اغفر لعائشه ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت به واعلنت. فقالت امنا عائشه: فضحكت حتى وصل وجهي او ذقني الى صدري. فضلت تضحك. قال: ايسرك دعائي يا عائشه؟ شوف الرحمه. قلت: تضحك على ايه؟ انا بدعي لك وتضحك. سبحان الله، يسخر ابدا. ايسرك دعائي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هكذا ادعو لكل المسلمين كل يوم. الله، فتحت من عائشه مفاتيح سرا او مفتاحا في شخص رسول الله، انه يدعو لنا كل يوم، حتى يقول يعني: وددنا ان يكون معنا اخواننا. فقال الصحابه: اولست اخوانك يا رسول الله؟ قال: انتم اصحابي. سبحان الله، يعني اخوان من يقول من هم اخوانه؟ نحن.
هذا الشرف العظيم، نحن إخوانه صلى الله عليه وسلم وهو يشتاق إلينا ونحن نشتاق إليه. قالوا أتعرف من أسلم وآمن بك ولم يرك يا رسول الله؟ يعني الناس اللي جايين بعدك كيف تعرفهم؟ قال لو كان عندك خيل وفيها خيول بها غرة، يعني غرة في وجهها. قالوا لا، يعني لو خيل حصان أو فرس سبحان الله فيه غرة. قال هكذا تأتون إلي على حوض الكوثر غرة محجلين من أثر الوضوء، يعني الذي لا يتوضأ ولا يصلي لا يعرفه الرسول يوم القيامة فلا يشفع له، ده مش تبعي، لا إله إلا الله. فخلي بالك، خلي بالك لو سمعت هذا الكلام وانتهت الحلقة وقمت ولم تتوضأ ولم تصلي فراجع حساباتك، ابحث عن قلبك، ربما ليس لك خلق. أنا عارف أن كل الذين يشاهدوننا إن شاء الله من المصلين، وربنا ييسر أمر الصلاة ويحبب الصلاة إلى أبنائنا وبناتنا سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة حتى بالبيئة، لا يغطن أحدكم في, 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 في ظل الأشجار ولا يبولن في الماء الراكد، يا الله سبحان الله العظيم. وبعدين خلى الرحمة في إيه؟ ما زرع زارع زرعا وأكل منه إنسان أو طير أو حيوان كان له أجر فضل الله سبحانه وتعالى. ويرى المرأة في الأسر والحرارة الشديدة في الرمال فتنام على ظهرها وتضع رضيعها على صدرها. قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم أن هذه طالحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. شوف هي تعمل إيه عشان تبعده عن حرارة الرمال. فقال الله بعبده المؤمن أرحم من هذه بولدها. يا الله، يعني الله أرحم بالمؤمن من هذه الأم المرضعة التي تخاف أن ينزل ابنها سبحان الله العظيم. مثال للرحمة صلى الله عليه وسلم، رحمة بالصغير وبالكبير وبالمريض وبالصحيح، وسبحان الله رحمة بالمرأة، رحمة سبحان الله بأصحاب الحاجة، رحمة سبحان الله العظيم بالإنسان الذي له شكوى. كانت الجارية تأتي لتلتقم أذنه، تلتقم أذنه يعني تقرب فمها من أذنه حتى لا يسمعها أحد، فيسير بعيدا فيسمع شكواها ثم بعد ذلك ينصرف أو تنصرف ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة العجيبة له صلى الله عليه وسلم. يرى صفية عندما برك بعيرها وهم في طريقهم إلى حجة الوداع فتبكي فيمسح دموعها ثم تبكي فيمسح دموعها ثم وهكذا. هذه رحمة، هكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالجميع. هنيئا لنا بنبي الرحمة النبي الإنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدا ومحمدا، يا رحمة للعالمين ونعمة وثوابا، ما كان صدر مثل صدرك عامرا بالحب، هم من صدروا الإرهابا. كوثرت آية الله في أرواحنا وتخندقوا من حولنا أحزابا. لو أنهم عرفوك لعطادوا عن الدم يا سمينا والحراب حبابا.